ازيكم يا حلوين؟ النهاردة هنتعلم نرسم مع بعض شخصية باتمان اللي كلكم بتحبوها. يلا جهزوا معايا الورقة والقلم والألوان علشان نبدأ سوا. أول حاجة هنعملها إن أنا هرسم مستطيل، ده عشان أعرف أرسم وشه يكون مظبوط. انا رسمته وبعدين خففته بالاستيكة عشان ما يبقاش باين ليكوا قوي ولخبطه. بعد كده هنرسم خط على اليمين، شايفين خط مايل شوية على اليمين وعلى الشمال، ننزل لتحت 1,200,000 ونوصل ما بينهم. انا حطلكوا الصورة على الشمال على اليمين قصدي عشان تبقوا عارفين احنا عايزين نوصل لايه. وكمان هنا رسمت خط في النص عشان يبقى الجزء اليمين زي الجزء الشمال، ما يبقاش جزء اكبر من جزء. هنا هرسم الفتحة بتاعت بقه نفسها، شايفين؟ ارسموا ورايا. وبعدين الفتحتين اللي فيهم العينين. تمام. يلا بقى عند بقه كده هننزل خط يمين، خط تاني شمال، ده جسمه، ونوصل ما بينه. تمام. بعدين نرسم في النص. تمام، انا كده كنت بشيل الزيادات. هنرسم في النص الحزام. نرسم ايديه. نحاول نخلي الايدين زي بعض. تعالوا بقى اقول لكم هنرسم شعار باتمان ازاي. في صغيره وتحتها في كبير، شايفين؟ وبعدين نطلع كده جناح الوطواط ده على الشمال وجناح ايه على اليمين. ان شاء الله تعرفوا ترسموا. بعد كده نرسم اللي هو الرداء بتاعه اللي هو العباية بتاعته دي. نفس اللي هرسمه على اليمين بالظبط هرسمه على الشمال، واحاول اخلي الجزء ده قد ده. يلا بقى نشوف هنرسم رجله ازاي. شايفين؟ متهيألي دي اسهل رسمة ممكن نرسمها الباتمان. احنا بنحاول نبسطه على قد ما نقدر. يلا بقى نلونه. انا بلون بألوان مية عشان كده استخدمت ورق كانسون او ورق تقيل. لو انتوا هتلونوا بألوان فلوماستر او خشب او شمع عادي، استخدموا السكتش بتاعكم الخفيف عادي، بس انا بحب الون بألوان المية. دايما لما بنيجي نلون بنحاول نحدد الاطراف ونملى الفراغات اللي في النص. طبعا عادي لو غلطنا، وعادي لو رسمتنا طلعت مش احسن حاجة، احنا كلنا بنرسم عشان نطلع الطاقة اللي جوانا، علشان نستمتع بوقتنا، نقضي وقت. احنا في اجازة نص السنة فنقضي وقت جميل. هنا انا بلون شعار باتمان الخفاش ده. والرداء بتاعه الاسود اللي ورا. وزي ما قلت لكم انا حاطه الصوره على اليمين علشان تبقوا عارفين احنا هنوصل لايه في الاخر. انا عموما لما باجي ارسم برسم بالقلم الرصاص الاول، وبعد كده بلون، وبعد كده بحدد. هنلون البدلة بتاعته نفسها باللون الرصاصي. لو برضو بتلونه بألوان مية، اللون الرصاصي ده بنعمله بأبيض ونحط عليه نقطة اسود. بنتقل بقى ان احنا نزود الاسود، ولو عايزين نخفف يبقى نزود الابيض.
شايفين بمشي على الاطراف الاول، اطراف الجزء اللي هلونه، وبعد كده بمنع الفراغ في النص. بعد كده هلون وشه اللي باين من تحت القناع بتاعه. انا بعمل لون البشرة ده بعمل ابيض وعليه نقطة احمر، ممكن بقى ازود او برتقاني برضو لو عندي علبة فيها برتقاني، بزود بقى واقلل على حسب الاحمر، يعني الاحمر لو كترته هيدي لون تقيل شوية او غامق شوية. وهنا لونت الاصفر. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم. يلا بقى نحدد. بصوا ده بقى اللي بيبين جمال الرسمة فعلا، ان احنا نيجي بقى نحدد يبان كل حاجة بتطلع جميلة فعلا. اجيب لون اسود بس بستناها تنشف الاول، وبعدين الون احددها باللون الاسود، بمشي بالراحة عشان ما بوظش رسمتي. عايزاكم تجربوا في البيت الرسومات دي، وتبعتولي انتوا عملتوا ايه. يا ريت، نفسي اشوف صوركم جدا. ولو لسه مش مشتركين في القناه يا ريت تشتركوا وتفعلوا زرار الجرس علشان يجيلكوا كل الفيديوهات الجديده. اشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامه.